تراكم الشاحنات على بوابة مديرية الجمارك في كركوك بدأ يعكس منظرا غير حضاري يتوسط المدينة بحجة حجز المركبات المخالفة، أمر يتهم به سائقو تلك الشاحنات بطلب أتاوات ومبالغ من جهات معينة. أنا محمل الفحم من البصرة من الميناء وطالع من الميناء، صار لي يوم 15 يوم بالميناء. خوش جيت بالسيطرة مال تازة وكان يقولوا لي حفر، هذا مش مسوي، حاطين عمال بالسيطرة تدفع فلوس، متفقين ويا العمال يدفع السائق فلوس يعبرونه، ما يدفع فلوس يحولونه للجمرك. خوش حكي وجابوني هسه للجمرك، يقول لي عندك فرق رسم. زين عندي فرق رسم، غير المفروض ادفع هنا بالدائرة واطلع اذا فرق رسم. شي يقول لي البارحة واحد انطوني رقمه وخابرته، اسمع عصام، قال تدفع 65 ورقة، ما تدفع 65 ورقة راح نحولك للقاضي، وإذا حولناك للقاضي راح تروح أنت وسيارتك. ما قبل يطلعني كفالة إلا بعشرة أوراق، ما صعد أوراق للقاضي ومحمل موطة وعراقية. قلت له ما نزل حمل يخرب، قال له عدم شلي اقتصادي حجزك، أنت محمل مستورد وممنوع. إذا أنا محمل ممنوع شلون أطلع؟ أستاذ إبراهيم عقب القانونية اليوم ما جاي، وهاي شغله فقره جديده، اللي ما يريد يجي يقول بيا كورونا، يقول بيا كورونا، اكو اسبوع طيب كورونا. قائم مقاميه كركوك عربت عن اسفها لهذا المشهد الغير حضاري، مشيره الى امكانيه ايجاد حل لها بالتعاون مع مرور كركوك وجهات اخرى ذات علاقه. بعد ورود عدد من الشكاوى من اهالي المنطقه بوقوف سيارات قرب دائره جمره كركوك، وهاي السيارات مثل ما تعرف يتم حجزها من قبل الأمن الاقتصادي أو السيطرات اللي محملين مواد يعني خارج الضوابط القانونية. في اليوم اجينا احنا كلجنة ويا مرور كركوك وشرطة المقدات والاستخبارات والبلدية حتى نختار لنا مكان موقع ثاني بديل خارج المدينة. تراكم النفايات تحت إطارات الشاحنات التي حجزت منذ أكثر من 6 أشهر يدل على إجراءات متلكئة وتهاون واضح في عرقلة الحركة التجارية القادمة من مختلف المحافظات. زحام تخلقه عدد من الشاحنات الواقفة على قارعة الطريق وسط محافظة كركوك، ليبقى الأمر مناطا بالمتابعة والتخطيط. من كركوك سيف الله اليونس، قناة الفرات الفضائية.